لما رجعت للمملكة علشان أتوظف وجدت أنه ديوان الموظفين، كان في ديوان الموظفين وليس وزارة الخدمة المدنية، كانوا يبون أطباء سعوديين يحطونهم مدراء، لأنه يبون أطباء سعوديين يديرون مستشفيات عشان يطمئنون على يعني إدارته. فأنا كنت ما أبغى أصير مدير، لأن أبغى أصير جراح. فرحت إلى الوزير في وقتها وهو يذكرها لحد الآن، أطال الله في عمره، جميل الحجيلان كان الوزير. دخلت عليه في الوزارة وقلت له طال عمرك أنا توني متخرج وأنا أبي أتعلم جراحة وأبي مستشفى الشميسي اللي هو المركزي، وديوان الخدمة بيحطوني مدير يعني. فقال لي أنت طيب ليش ما تبي مدير؟ قلت له أنا أبغى أصير جراح، ماني صاير مدير، فيهم مدراء إن شاء الله فيهم بركة. فرفع التلفون وكلمهم قال لهم نبي الدكتور محمد الفقيه طبيب مقيم في مستشفى شميسي، وتعينت طبيب مقيم في مستشفى شميسي.